السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على الناس هذو اللي متحكمين في كرة القدم، هذو في المنظومة الرياضية هذو. باش نتوما حنايا هذا المشرف هذا نتوما لكم تشوفوا فيه المشرف تاعكم، يعني لا تشوفوا نتوما راكم تشوفوا فيه مدرب بل مسكن اجتماعي. حنا هذا ما راهش سلم اجتماعي خويا، ما عيشي، راكم غالطين. روحوا ديروا السونداج مليحه باش يكون على بالكم. ما 12 مليار تايا في العام العقد تايا، وكل كل كل اصبع كل صحايدكم 4 ملايين من دراهم. نتوما دراهمكم هاو دراهمكم راكم تقسموا فيهم، ياه هاو دراهمكم. كي يقولوا لنا هادو شكون اللي قال لكم مدوا هادو الصوالح؟ اين الانجازات؟ وين راهم الانجازات؟ قولوا لنا وين راهم الانجازات؟ وين راهم الانجازات؟ روحنا كوب ديمون، تسمى كون روحنا كوب ديمون الصباح من يجي خارج يلقاوك عند الباب شاكرا بالدراهم، قول لهم دير بد 50 40 جيب شويه كيلو بطاطا، جوج حبات بيض، وخمس حبات واش كيلو بطاطا، جوج حبات بيض، خمس فليتات خبز، وقرع لي ما تاني مولي يقول لك هاتو 25 ألف. ودي 25 ألف مي تقول له تعاش، يقول لك تعاش الزوار الفلاني تاع المدرب الفلاني، يقول لك رانا نلمولهم يقسموا معنا، بالك راهم يقسموا معنا المعيشه يقسموها معنا. لا انا تبني بلي كيما راك، لا كون روحنا كوب ديمون تما نلاقي ايكابي لا يطيح صحة تما. هادي ما روحناش كوب ديمون تشوف شنو راه صاري، تبذير تاع الاموال الناس تدي في الدراهم وكلش، وكون روحنا كوب ديمون عبك بلي راك راكي يخلص 48 ألف أورو، وراه قاطع على روحو بلي كون ما يوصلش دومي فينال كوب دافريك يحط استقالة تاعو يخرج. عبالكم بيان ولا عبالكمش؟ نتوما راكم تشوفو بلي هذا المشرف تاعكم راه مسكن ولا سلم مسكن، يعني باريستامول للشعب، ولا راكم تشوفو فيه بلي سلم هذا هو السلم المعيشي، ولا كي راكم تشوفو فيه ولا كي باه؟ راكم غالطين يا جماعة، خاطر كاين القوة تاع القوة ماشي قابلين هذا المشرف هذا. بالكم تشوفوا هذوك تاع الذباب الإلكتروني هذوك، ولا كيما ذاك بولحيا ذاك المخنث هذاك المذلول قال لهم لازم كي تاع واحد يهدر في هذا لونترينا لازم يشكي، تهدر على كيسموه على رئيس إيطاليا تشكي، راه يشكي، جيب أختك تشكي. أنا نقول لك دير أختك، قل لهم اختك. انا مش نتايا انت مش نتايا هذاك المخنث، جيب اختك دير اختك هي تشكي، قول لها تشكي، ولا اخوك اللي ركبوا له المنقوش الزاوج قول لهم يجي، قول لهم ما يشكو. الردع اسمنا شنو نتوما تكذبوا نتوما؟ الردع من عند ربي نتوما غادي يجيكم، على بالكم بلي من عند ربي الردع، نتوما الردع تاع ربي غادي يجيكم. اسمنا شنو نتوما تكذبوا؟ على بالكم يا ولا بالكم وي موان توما تكذبوا؟ 8 أشهر كذب، حرام في حرام. هذا ما هو عليه الوضع تاع المشرف اليوم، فلقد أخرجه البعض من صفته كمدرب ليحوله إلى ملهم ومخلص، وهو الذي نجح لكن في نفس الوقت فشل. نجح يعني في وقت لي كان طوطال ومنه وصوالح كلش، لكن فشل عندما ابتعدت عليه طوطال، عندما ابتعدت طوطال فشل وخرج من كأس إفريقيا يعني آخر وبصرف فوز وبنقطة ومرتبة 22 من 24 منتخب. نجح كذلك وحقق 35 انتصار ديكتاتورية، لكنه فشل في الأهم وهو التأهل لكأس العالم. هذا محسن وموسى يعني الشيخ يعني المشرف
نرجع للموضوع ظهور هذه الفئة المرتزقة والكذابين المستفيدين، فحولوا هذا المشرف من مدرب إلى سلعة مستغلة شعبيته، فكذبوا ومستعملين اسمه وأباحوا له كل ما هو حلال وحتى ما هو حرام، فأصبح بقدرة قادر هو الأب الوطنية، وكل من ينتقده فإنه خائن، وهو خاصة إذ كان لك الجرأة وتحدثت عن راتبه فالمشنقة في انتظارك. فإذ كان هذا المدرب يعني هذا المشرف ولا نشك يعني في كيفية يعني فيستحي من ذكر راتبه، علاش ولا يتهجم على الناس كيقولوا الراتب، ولا يخرجوا ناس يتهجموا هما مديورين، يعني مديورين ما شفتهمش كيخرجوا. خرج مصطفى معزوزي اهدر، خرجوا كاع يهضروا يسكتوا ويقعدوا يهضروا هضره واحده، يدخلوا فيها خطا، يدخلوا فيها كيسموه، كاين اللي دخل فيها في الهضره تاعو، يدخل راوراوا، كاين واحد اخر يدخل حسين جناد، واحد اخر يدخل رفيق واحد، واحد اخر يدخل واحد اخر، واحد اخر كيما هكا. المهم هضره واحده بصح حتى يزيدوا لها اسماوات، يعني شاهدناه وين يستحي في ذكر يعني الراتب الشهري تاعو، لانه ليس ما يستحقوش لك الراتب، راتب كبير بزاف عليه. هذه هي اخويا، يستحي من ذكر راتبه حتى ولو كان مرتفع، اذ كان اهلنا له، فمبروك عليه وربي يزيده ويبارك. هذه واحده من الف، لكن الشيء الخطير هو تحويل هذا المشرف مسكن اجتماعي عن جهل او بقصد، فاصبحت البلد مرتبطة بشخص، لكن الشعب والجمهور الجزائري العاشق والعشاق وملان، يوم معك غدا أنت وزهرك، والأيام سوف تكشف كل شيء. أو لو تفتح الدولة ملفات من أديداس إلى شركة تنظيم المقابلات الأجور وزيد الفاف رادار والتربصات، ملفات لا تعد ولا تحصى. هنا يظهر صاحب الوطنية وغير الوطني، يظهر الوطني والغير الوطني. إن شاء الله يكون هناك تحقيق جدي ويجري معه يعني وين يجر معه الأخضر واليابس، وهنا يعني لكل حدث حديث، وربي يجيب الخير لبلادنا. هذه اللي نتمناها إن شاء الله بربي، لأن الأمور يعني وين يعني عرفتي ولا هنا المغرب تيكيات تاع التيكيات كوب دي موند، وصلوا دومي فينال، كنت وعنا لهنا التيكيات وصلوا صوالح وصلوا دومي فينال، كل شيء يروح صحيح يقدر معليش، شعب افرح صحيح نورمال. كاش اليوم سمحت لك خونت في التيكيات، غدوة غادي تخون حاجة كبيرة، لازم نعاقبك، لازم تكون نتايا يعني برهان، تكون برهان قدامهم لمن تسوي له نفسه. سبحان الله، حتى وين فايد طرد على زال زياش طردو اونترينير. حنا يا ابراهيمي واش قدم ابراهيمي؟ قال كلمه وعنده الحق، خرجوا ولاد الحرام يعايروا فيه، ولاد الحرام في اليوتيوب، واحد دايرو خائن، واحد دايرو من، واحد يقولو انت يا شكون، واحد يقولو ما تنساش الخير، جابك باش تلعب كوب دافريك، وديت كوب دافريك، يا ودي هذيك كوب دافريك جابها بن صالح الله يرحمه، والقايد صالح الله يرحمه جابوها، شي من تو ماكم غالطينه. هاو المدرب غير هو، واللاعبين غير هما، ولي سيبورتير غير هما، ولي يضرب الترميطه محمد زروال تاعنا، التحيه تاعنا ليه. غي هو وخرجنا غير بنقطة واحدة وما روحناش كوب دي موند، ها مكاش طوطال، ها هما غي هي غي واحد برك. أنا نقولكم نتوما كاكم تشوفو فيها تكسرو علينا ولا ما نعرفوش، على بالنا شكاين شتيكوني بيا صاحبي، تسمع بيا تا شتيكوني بيا، شتيكوني بيا، هذه هي اللي نقولوها لكم. كازعقة تلعب بعيد، روح تلعب بعيد تما على الله، يا ودي خليها على ربي يصحك.
هذه هي خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما معاكم بالجديد، وان شاء الله يعني اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خالتي.